GoPro Hero 7 Black. حاجة هذا ماشي إعلان مدفوع، يعني ما مخلصش فيه. الحاجة الوحيدة اللي عندي فيه هي آخر ما كاين من إصدارات شركة جو برو. كاملين عارفين بلي هذه الكاميرا خرجت تقريبا قبل من شهرين هذه، وكان خاصها توصلني شحال هذه، ولكن مكتب التنقل ما كانتش عندي شي بلاصة اللي كنريح فيها مدة طويلة باش توصلني. سو قبل ما ندخلوا في ديتاي ديال هذه الكاميرا هذه ونبداو الانبوكسين ديالنا والريفيو ديالنا الهيرو 7 بلاك، بغيت نشكر بزاف شركة جو برو اللي صيفطت لي هذه الكاميرا هذه مع بزاف ديال الاكسسوار اللي غادي تعرفوا عليهم في هذا الفيديو هذا. أول حاجة غادي نبداو بها هي الكواليتي ديال الفيديو، 4K FPS يعني 60 فريم في الثانية، وتقدر تصور حتى 30 فريم في الثانية. 1080p 240 FPS يعني 240 فريم في الثانية، يعني سوبر سلو موشن. وبالنسبة لجودة الصور 12 ميجا بيكسل مع تقنية الـ HDR. الـ HDR هي هاي ديناميك رينج. ووتر بروف حتى 10 متر تحت الماء، وإلا زدتي الووتر بروف كيس تقدر توصل حتى 40 متر تحت الماء. جو برو تيرن أون، جو برو تيرن أوف، جو برو تيك أ بيكتشر، أو جو برو ستارت ريكوردينغ. هادو كاملين جمل اللي تقدر تقول عليها وديرهم، يعني تقدر تكون جو برو طافية وتقول لها جو برو تيرن أون وتخدم. واخا ما فيهاش اللانس اللي تقدر تزومي به، ولكن فيها تقنية التاتش زوم، يعني سكرين تاكتيل وتقدر تزومي بصبعك. عارف اللي كاملين كتسناو امتى نحلو هاد الكاميرا الوحش، ولكن قبل ما تعرفوا عليها غادي نتعرفوا على الاكسسواريز اللي جاو معاها. اول حاجه هي فليكس كلامب. هاد فليكس كلامب هذا كيمكنك انك دير الكاميرا ديالك هنايا فلوغي بها مثلا، اولا تفيكسيها اي اوبجي بغيتي. الحاجه الثانيه اللي مهمه بزاف واللي كنت كنقلب عليها شحال هادي هي البرو مايك ادابتر. هادشي كيعني اننا عندنا المايك دابا، وغنوري لكم اللي غادي نسالي الاكسسواري ديال الجو برو. وكما كتعرفوا مادام اننا حنا في اسيا يعني عندنا دي بلاج اللي واعرين بزاف، داكشي علاش كنحتاجوا البلو واتر فلتر. هاد الفلتر هذا شنو هي خدمته؟ كديروا الجو برو يعني فاش كتعوم وكيكون عندك الماء زرق بزاف ديال البحر، تقدر تنقص من البلو من الزرقيه ديال البحر ويبان السكين ديالك يعني البشره ديالك. الهيرو 7 بلاك كيجي مع واحد الباتري، ولكن انا صيفطوا لي معاه باتري اخر، يعني دبل باتري، جوج ديال الباتريات مع الشارجور ديالهم اللي تقدر تشارجي جوج باتريات في دقه واحده. بطبيعه الحال كيصيفطوا لك معاه الكيبل ديالو اللي كيشارجيها. سو سالينا من الاكسسواريز ديال الجو برو، غيخصنا دابا نديرو احسن لحظه عند اي واحد كيدير لي انبوكسين هي فاش كيحل شي منتوج جديد. سو كيما كتشوفوا الجو برو كي دايره زويونه بوكوصه واعره. الي الجو برو الي. من لومبالاج ديال الجو برو هيرو 7 بلاك كيبان لينا باللي كواليتي اللي واعره بزاف وصحيح بزاف. كتسمعوا الالومنيوم في هاد البلاكه هادي اللي كتبين لينا باللي فيها الهايبر سموث. فاش كنحلوا البوكس ديال الجو برو كنلقاو هاد الكتالوج اللي صغير بزاف وليستيكرز. الشركه ديال الجو برو تهلات فينا في ليستيكرز، شكرا بزاف. والكتالوج اللي ما كيقراش حتى واحد. دابا غادي نشوفوا شنو اللي كيجي مع الجو برو. اول حاجه الكيبل باش تشارجي الجو برو ديالك، الاكسسواريز اللي تقدر تلصق بهم الجو برو ديالك في الكاسك اولا في السكيت بورد، واهم حاجه هي الباتري. الحاجه اللي زادوها هذا العام هذا هي البلاك بلاك والسيلفر سيلفر والوايت وايت. عكس السنوات الماضيه كانوا نفس الالوان، ولكن غير اللقب هو اللي كيتبدل. هاد لي بروديكت اللي كتشوفوا انا اللي شريتهم، علاش؟ باش نرجعوا الهيرو 7 بلاك احسن كاميرا ديال الفلوغين. اول حاجه عندنا هاد البروتكتيف كيس اللي غادي يحمي لنا الجو برو ديالنا، سي بي ال فلتر اللي غادي تحكم لنا في اشعه الشمس، عندنا الكيج اللي غادي يخلينا نركبوا الجو برو رود مايك باش نحصلوا على جوده صوت عاليه بزاف. كيفاش؟ تبعوا هاد الدي اي واي هذا باش تفهموا. اكثر خرجنا على برا باش نشوفوها كي دايره، نشوفوا هاد الجو برو هادي كي دايره، نكتشفوها، نشوفوا ستابيليزيشن ديالها، نشوفوا الكواليتي ديالها، نشوفوا الكواليتي ديال الفويس ديالها ديال الصوت. خصكم تعرفوا دابا بلي كنصور غير ب 1080 و 30 فريم. بطبيعه الحال غادي نديروا بها دي سلومو، غادي نبارطاجيوها معكم باش تشوفوها، غادي نكتشفوا هاد الجو برو بلي ديتاي. غتكونوا سمعتوا الكواليتي ديال الصوت في الجو برو كي دايره. دابا غادي نحيد الرود مايك الكاميرا ديالي، وغادي نركبوا الجو برو ونتيستيو الصوت بالرود.
دابا جينا حدا الطريق يعني الشانطي باش انكم تسمعوا داك النويز ديال الطوموبيلات واخا ما غاديش تسمعوه داكشي علاش افضل بلاصه انك تجرب فيها شي مايكروفون كيف ما كان هي فشي بلاصه اللي فيها النويز حيت بين البلاصه اللي ما فيهاش الضجيج راه غادي يكون نقي وغادي يكون الصوت زوين ولكن البلاصه اوبس نقطعوا الشانطي البلاصه اللي فيها النويز واللي فيها الناس بزاف والحركه والطوموبيلات والكلاكسون وقوه الصداع هي احسن بلاصه انك تجرب فيها المايك داكشي علاش دابا كندوي بالمايك ديال الرود اللي كاين في الجو برو ما عرفتش كي غادي تكون الكواليتي واش كتسمعوها مزيان ولا لا ولكن انا متاكد غتكون اكثر من مزيان دابا غادي نمشيو للسوبر فيو السوبر فيو كتقدر تبان كامله كما كتشوفوا بحال هكا يعني واحد الفيو اللي كبيره بزاف اللي كتقدر تكون واقف نتايا وشاد الجو برو وتبان كامل كرجليك يقدروا يبانوا هذه الخاصيه زوينه بزاف هو راه كتخلي لونغ يكون كبير بزاف ولكن الحاجه اللي ما كتعجبنيش فيها انايا ما كيعجبنيش نصور بالفيش اي افكت يعني الجناب كيكونوا دايرين مقوسين بحال كما كتشوفوا كاملين عارفين بلي اهم حاجه كيعجبني نديرها في الفلوغ ديالي ولا في الفيديو ديالي هما سينيماتيك سو في سينيماتيك كنحتاجوا شي حاجه اللي سميتها سلو موشن سلو موشن خطير بزاف في الجو برو انا ماشي كنشكرها لكم حيت داير ليا اشهار وانما حيت بصح خطير الا ما تيقتونيش خليكم مع هذا سلو موشن هذا ركزوا لي بالضبط مع اللقطه ديال الماء وشوفوا الماء كيغادي بسلو موشن شويه يعني لي ديتاي ديال القطرات الماء كيبانوا غادي تكونوا رديتوا البال فاش كنت كنفلوغي وكنتمشى بهاد الجو برو هادي كيبان لكم داكشي مستابيليزي حيت فيها الهايبر سموج يعني فيها ستابيليزيشن باش كتكون كتمشى ما كتكونش الكاميرا كتزعزع ما كيكونش تزعزيع كيكون غادي كتمشى كتفلوغي وستابل الحاجه الاخرى اللي غادي ندوزو ليها دابا هي تايم وورب تايم وورب اللي فيها اللي هو الهايبر لابس هايبر لابس اللي واعر بزاف كيصور لك الهايبر لابس مستابيليزي يعني فيه ستابيليزيشن وفي نفس الوقت هو كيمونطي لك يعني الجوبرو هي كتمونطي لك ما كتحتاجش مازال انك تمشي انت للبيسي وتبقى تمونطي وتقد داك الشيء كدز فيديو مقاد مونطي كي بحال هذا اللي غتشوفوا دابا شنو هي اكثر حاجه كيسولوك عليها الناس في الفيديوهات ديالك تايم لابس بون هذا تايم لابس صغير باش نوريه لكم ولكن شوفوا معايا التايم لابس هذا كي غادي يجيكم من بين الحوايج اللي مازال ما بارطاجيتهمش معاكم هي اللايف ستريمين يعني كتقدر دير اللايف ديالك من الجو برو في الفيسبوك وبزاف ديال البلاتفورم حاجه اخرى اللي زوينه وعجبتني بزاف هو انك تقدر دير ستوري ما يمكنش تكون عندك كاميرا وما كتاخذش بها تصور داكشي علاش درنا شي تصويرات بهاد الجو برو هادي وطلعت لنا شي تصويره صراحه اللي زوينين بزاف فيها واحد لونغ اللي واعر بزاف سيرتو الا كنتي فشي بلاصه عاليه اولا كنتي فوق شي جبل كتاخذ تصويره اللي واعره بزاف علاش حيت لونغ كيكون وايد كيكون كبير بزاف التصاور ديال الجو برو 12 ميجا بيكسل وكتدعم تقنيه الاتش دي ار غنجربوا اللو لايت ديال الجو برو كي داير خليكم مع هاد السينيماتيك هادو وشوفوهم كي دايرين فيها بزاف ديال الامور اللي غادي تكتشفهم وغادي تشوفوهم فيها وغادي تكتشفوهم فيها الا شريتوها بطبيعه الحال اولا تقدروا تلقاو بزاف ديال الامور الا قلبتوا على الانترنت ولكن ما غاديش نقدر نبارطاجي معكم كل شيء حاولت انني نبارطاجي معكم الحوايج اللي مهمين اللي غادي يهموكم باش تشوفوا واش الجو برو لايق لكم تشريوها ولا لا باي ذا واي الثمن ديالها ابتداء من 3800 درهم حتى 4500 على حساب كل دوله وعلى حساب كل بلاصه حيت كل دوله كتحدد الثمن ديالها على حساب القدره الشرائيه ديال الشعب ديالها الناس اللي كانوا كيتفرجوا فيا فاش كنت في الفلبين المره الاولى فاش كنت فلوغي درت لي فلوغ هنايا غادي يعقلوا على هذه البلاصه هذه بالضبط هذه البلاصه هذه هذه المنطقه هذه بالضبط هي فاش كنت ساكن المره الاولى فاش كنت جيت يعني كنت درت هنا دي فلوغ شحال من مره فلوغ درت هنا شحال من مره كتعجبني بزاف هذه البلاصه حيت نقيه واعره كتحس براسك واحد البلاصه اللي زوينه بزاف سو الريفيو ديال اليوم غادي نساليو اخوتي بركه كنتمنى انني نكون بارطاجيت معكم شي حاجه اللي غتفيدكم نكون بارطاجيت معكم اغلب المعلومات اولا لي ديتاي على الجو برو هيرو 7 بلاك مره اخرى شكرا بزاف للجو برو على الثقه ديالها في لاشين ديالنا حنا من بين لاشين القلال اللي طاقت فيها الشركه ديال الجو برو وشكرا ليها بزاف وهذا الشيء بطبيعه الحال الفضل كيرجع لكم نتوما حيت نتوما اللي تقاتلتوا مع هاد لاشين هادي وتقاتلتوا معايا وتقاتلتوا مع هاد السات هو خصكم تقاتلوا معاه خويا بالرجوله خصك توصل ل 50000 شحال عندك دابا؟
شي 42000. ومن الكاسكيطات ماشي انا ماشي انا ماشي انا هاد الصداده خاصو يوصل 50000 اخوتي. كنتمنى انكم توصلوا 50000. لاشين ديالو غتلقاوها في الديسكريبشن. ما بقى لي والو باش يوصل 50000، دونك خاصو يوصل 50000. اوكي هادشي اللي كاين. طلبوا يسكو عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك. راكم تما باي. Can't you fall in star?